كنا نلاقي له تخت. ما عم يخلونا نشوفه. اليوم توفى بابا. اندفن وما ودعني. خسرنا ماما بالكورونا. انقطع الأكسجين. خليك بالبيت لتبقى بخير. إيد بإيد كبار وصغار، مرضى وأصحاء، منساعد بالحد من انتشار الفيروس. الوضع الصحي كارثي، عدد الإصابات بعده عالي، الطاقم الطبي تعب، المستشفيات ما عاد فيها تستقبل حالات. صار فيكن تسجلوا على المنصة والمفروض الكل ياخدوا الطعم لنحمي حالنا ونحمي يلي منحبهم. كورونا مش عم ترحم لا كبير ولا صغير. تصرفاتنا الفردية لها تأثير وأثر كبير بمجتمعنا. التزامنا بيحمينا كلنا كرمال ما نخسر يلي منحبهم. الالتزام هو فرصتنا الأخيرة.